السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج اليومي المعروف الكاميرا في الريف خمسة. من هذا المدينة القديمة ومن أمام هذا المسجد التاريخي القديم، أكيد الكل حاب يعرف أين إحنا. تابعونا في التقرير التالي. للصبح بمدينة إبا القديمة مذاق خاص ونكهة مختلفة تضفي لحياة زائرها سعادة وحيوية طيلة يومه، توقعه بحبها من أول وهلة. دعتنا إب للتعرف عليها من عند سورها هذا، والذي له أربعة أبواب، وهي الباب الكبير وباب النصر وباب السنبل وباب الراجزة. دلفنا إليها عبر الباب الكبير والذي قادنا نحو طرقاتها المعوجة الضيقة، والتي بدت أشبه ما يكون بطرقات المدن الرومانية. أشعة الشمس الأولى كانت رفيقتنا، وعلى عزف خيوط أشعتها التي بدت كأنها أوتار آلة موسيقية، مضينا لنطالع أهل مدينة إبا القديمة وهم يستقبلون يوما جديدا بهمة ونشاط، إلى ما أوكلت الحياة إليه من مهام. عبارات الترحيب تسمعها أينما وصلت، تتردد في الحارات والدروب وفي سوقها الشعبي. وجوه هاشة باشة تحيي مرورك من البعة المتجولين وأصحاب المحلات. لفت نظرنا وجود الكثير ممن يقومون بعمل الفطير أو ما يسمى بالزلابية. تبدو مغرية إلا أننا لم نطعمها، فضلنا مواصلة السير للتعرف أكثر على مدينة إب القديمة. يقال بأن مدينة إب مدينة أزلية يرجع عهدها إلى العصور القديمة، وقيل أن الذي بناها هو دارا أو داريوس الأول ملك الفرس لما فتح اليمن، وصوابها آب لائب بهمزة مكسورة ومعناه المياه. بيوت إب القديمة مبنية بالحجارة، وأكثر دورها متشابهة، وبناؤها مؤلف من عدة طبقات، أكثرها أربع وأقلها طبقتان، وتتميز بنوافذها وأبوابها الخشبية ومشربياتها التي لا تزال محافظة على وجودها حتى الآن. يوم لا ينسى قضيناه بمدينة إب القديمة، اختزنت فيه ذاكرتنا جمال ما شاهدناه من صور تسر الخاطر. وكما استقبلنا أهل إب بطيبتهم وسماحتهم وابتسامتهم، ودعتنا ابتسامة من أبنائها وبناتها الصغار في إشارة لنا ودعوة بأن نكرر الزيارة، إذ أن رحلة واحدة لإب القديمة لا تكفي. السلام عليكم ورحمة الله أعزائي المشاهدين، طبعا فقرتها مثل لأول مرة. السلام عليكم يا حاج. عليكم السلام. أتمثل؟ يلا بالخير. ما أتمثلش؟ طيب ما رضاش أعزائي المشاهدين، نشوف واحد ثاني، نشوف هذا اللي في الدرج لو سمحت. أتنزل لي ولا أطلع لك؟ أنزل يا أستاذ خالد. الله يحفظك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ حياك وأبقاك. أي اسمك؟ منير عبد النعمان الصابني. حياك الله يا منير. أيوه. طيب تتابع الكاميرا في الريف؟ أتابعها في كل شهر من شهر رمضان. من شهر رمضان. أيوه. طيب فقرة تمثل لأول مرة. مثل مستعد بأي حاجة. أتمثل؟ إن شاء الله بإذن الله. نفسك تمثل؟ إن شاء الله. المركز الأول 20. مو ما هو مكتبنا الله أبزه. والمركز الثاني 10,000. أكرمك الله. طيب من عتخذ المركز الأول والثاني؟ الأول والثاني ما هو مكتوب أبزه. لا أنا الشيك، أنت صاحبي الشيك، المركز الأول إن شاء الله بإذن الله. المركز الأول. كل الجمهور أوعدكم إن شاء الله بإذن الله بالمركز الأول إن شاء الله. كمال صاحبي المركز الأول. السلام عليكم. عليكم السلام. سايري قاصدي الله تكستر لك. سايرين يطلب الله. نطلب الله. ذا الحين معانا فقرة اسمها ممثل أول مرة. إن شاء الله. قد مثلت من قبل؟
ما قامتهاش. جرب المشهد دقيقة ونص أو دقيقة. إذا جبت الصح تستلم 20,000. إن شاء الله. ما جبتش صح 10,000. إن شاء الله. يعني فايز إن شاء الله. إن شاء الله. بس صاحبي خالد قالوا معي ممثل ما شاء الله. صاحبي خالد على طول. يعني أتنافسه تفوز. ممكن ينافسه. ممكن ينافسه. الله بس. بسم الله نشوف المشهد. والله تعالى. نشوف المشهد. المشهد. بسم الله. هاي. شوفوا. الآن عن أدي المشهد وأنتوا تركزوا وتعملوا زينا. لا تبورد نشتي نفوز إن شاء الله. على الله. الله صفقوا للشباب. يا الله ارضى علينا بك يا رب يا رب يا رب اهدي لي ابني هذا. كل الناس معاهم عيال طايعي الابني يشقوا على ابوهم ويشقوا على اسرهم شقاء. ما هذا ابني كل يوم الا هت 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 الف هت الفين هت هذا هت هذا. ولا يوم يقول لي خذ ولا يوم يقول لي خذها يا با سع الناس الباقي ولا يوم يا با يا با يا با هات ألف الله يرحم والديك هات هات ألف هيا بسرته هات 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 ألف هات ألف هات ألف هات ألف هات ألفين هات ثلاثة فانت بي فانت بي ليش قعدت بي طيب أنا شقيت عليك وخليتك رجال وشنب معك شنب يسحبوا بالقاطرة تشقع علي وتشقع على أخوتك فانت بي فانت بي هات ألف ليش ما تقع مثل ابن الحاج صالح وابن الحاج أحمد وابن الحاج محمد شاقين على ابوهم شاقين على امهم شاقين على غلاطهم فانت بي فانت بي هات الف هات 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 كل يوم هات 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 ما بش يوم تقول لي خذ يابا خذ يابا خذ يابا خذ يابا بالزه الله بيت خالي بالزه الله بيت خذ خذ يابا وظلنا بين اقول هات الف هات الف ما قلت لي الحين خذ خذ بيت خالي الخبز قالت امي يسوقون لا بيت خالي خذ هذا خذها انت قلت يعني ما حفظت الا هذا انت قلت خالي اخذك رب العالم اخرج شفتوا المشهد الان تطبقوا نفس الدور الاستاذ كمان يبدا هذا يبدا صاحبك يبدا صاحبي يبدا صاحبك تصفيق لصاحبي الله يرضاك يرضى علينا وعلى والدينا انا معي ولد يقول كل يوم الله هات 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 زلقني ادى الف ادى انت كم عمرك الان؟ الان 24 24 مو الشيب هذا كم عمره؟ 100 سنة 60 50 وين كيف صوت الشيبة؟ انا معي والدي ايوه انا معي ولدنا انا معي والدي كل يوم يمكنني مقراطة ستين يا ستين هات 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 ولا خرجني لطريق والحدب ولا خرجني لطريق الان وهذا ايوه كم واحد يفعله يا الله الله يرضى علينا وعلى والدينا وعلى من طلبك يا ارحم الراحمين انا معي ولد كل يوم يمكنني هات 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 لي خروطني الف كيف واحد يفعل ابعد هذا خلاص كيف واحد يفعل معي ولدي ما يمكنني كل يوم ادى الف ادى الف ادى الف خروطني خروطه كيف واحد يفعل يمكنني هات 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 علي ولا ابو فايده ولا صلاه بالايام يقول خذ كيف واحد يفعل هات الف أيام صار قبل هذا الخبر اللي واحد يشتي أبا هات ألف أقول لك من أين هات ألف ما ليش بدك هات ألف أي لي قبل لك من ذي العلاقة ولا تحصل قرش دين واحد يدي لك كل يوم تقول خذ 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 لا كل يوم تقول لي هات هات ولا يوم كل يوم تقول لي هات 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 ولا يوم تقول لي خذها يا أبا خذ هذا يا أبا لا بنت خالي مغلق خذ هذه خذها صباح اللي تبكر سالية ما هي ضير أنا معي ولد كل يوم يشغل لي كل يوم ألف كل يوم ألف كل يوم ألف ما جش يوم هات 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 ما جش يوم يقول الداء يقول ها خذ كل يوم يأخذ مني ألف حق دخان حق شمع حق كذا حق كذا أنا أشي يوم من الأيام أسمع إنه مثل ما بن صالح ولا بن محمد يجي يقول له ها خذ ما لك تهادر نفسك ما لك الابن يطيع أبوه ولا كيف ما لك تهادر نفسك يا با هات ألف اخطبني هات ألف اسمع لك الخبر هذا كل يوم تقول لي هكذا هات ألف هات الحين بتكلم أنا الزملاء أنت بي صيح فوقي الحين بتكلمني زملاء عيال الناس كل لحظة أنا بنعلمك الحين بتكلم أنا الزملاء
يا ابني استحسي على نفسك بعد رجال من رجال عيد عمري من الناس عمد هذا أنا ابنه اهتري بس ولطم تلطمني تلطم أنا أيوة لو سمح أدفع لك لا تلطم اشتري فلوس أنا معي ولد كل يوم يشغلني هات 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 ما بش يوم قل لي ها خذ كل الأبناء يدول آبائهم ما بلا هذا ابني هذا عاصي يبا عاصي والده مالك تخابر نفسك هات ألف مالك موس اسبح قل يا مطلوب فكر كل يوم ألف أشي يوم من الأيام تقول لي ها خذ هات ألف قدمة معي عمل الأبناء يطيعوا آبائهم موش هكذا هات ألف موش هكذا ما بش أش تشتي ما بش أنا قتلت نفسي زلج نفسي أنا الآن 60 سنة وأنا كل يوم أش فيك؟ أضربك ها أرحى ما أنا كل يوم أدي لك بيس وما مش يوم من الأيام أديك لي قلك ها وزلك الألف لا كل يوم تقول لي هات ولا تقول لي خذ قول خلي أكلمك ما مش يوم قل لي ستوب كل يوم تقول هات ولا يوم تقول خذ يلا كل يوم تقول لي هات ولا يوم تقول لي خذ هذا الخاص بالذهبيتة الله أكبر اسمعوا الخبر هذا يا ناس هات ألف هات ألف خلاص الله يرحم والديك ألف يا خاوش هات ألف يا ما اجزع يا أخي أعزائنا المشاهدين والله استمتعنا بالمشهد والمبدعين الاثنين بصراحة بس في واحد فايز شوية والجمهور هم والله هم نجم المشهد تصفيق على الجمهور أنفسهم الجمهور جيراني أنا من القرية عمي علي بيقول الجمهور جيرانه بس جيرانه اعتقد ان انتم اكبر من حكم طبعا اعزائي المشاهدين كان مشهد طاعه الوالدين نهتم بها صح طبعا كان في المركز الاول وجائزته 20,000 وهو الممثل الصاعد منير و10,000 للأستاذ الممثل الصاعد أعزائي المشاهدين فكرة ركز معي 15 كلمة كل كلمة ب2000 ريال يعني كم 15 كلمة 15,000 لا 30,000 معاكم ثلاث دقائق تحاول توصل لها الكلام تمام ابدأ جوال لا صيح جوال بسرعة يلا جوال بعد الكلمة صبوح أيوة حلو عروسة غصة عروسة الغطرة عروسة القصة عروسة الأسرة عروسة ارفع صوتك عروسة الأستاذ دجاج أيوة حلو سبورة أيوة حلو مصباح صبوح مصباح أيوة ترتة شم أش ترتة التوتة مقدس ارفع صوتك بس ما الترتة انا دفع ترتة سكة ترتة سكرة قول ترتة التوتة ترتة كبدة باب شو بعده سطوح السطوح أيوة حلو أغسطس ها أغسطس كاش نازل على الجزع ارفع صوتك بس أغسطس
30,000 أغسطس أسكت أيوة أغسطس أيوة. التلفزيون التلفزيون مليون التلفزيون مليون التلفزيون التلفزيون أيوة السودان 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 مهبر السودان لك مهبر 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 السودان سلطان السودان 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 كمبيوتر السودان. يلا حلو كمبيوتر كمبيوتر مختار كمبيوتر ريموتات كمبيوتر كمبيوتر قدم 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 انتهى الوقت انتهى الوقت اعزائي المشاهدين قدم اداها اداها اعزائي المشاهدين فاصل ونواصل اعزائي المشاهدين خلصت فقرة ركز معي كانت فقرة رائعة ممتعة صح ولا لا كان معنا الاخ محمد العفيري و عبد الحكيم يا عبد الحكيم كان معاكم كم كلمات 15 كلمة 15 كلمة كم اديتوا كلمات تسع كلمات كم ادوا كل واحد عجب ما اهدرش الا كان يقول لك ترته قول لي ترته ايش توتا ترتا توتا كمان انت ترتا ترتا شفت على طول تسع كلمات ب 18000 ريال تسع كلمات ب 18000 ريال تفضل 18000 ريال انا اسير لحظه كمان باقي زميلك يلا تمام ادي له 9000 عاد عنده 1000 ما نطش سوا ادي له 9000 لحظه تسعة ألف دينار تسعة وهذا 9000 معك صا مبروك عليك الجائزة الله يبارك هيا مالكم عاد شنو معكم دين يلا يلا سدوا يلا الله يفتح عليكم أعزائي المشاهدين فقرة أنت السائل معنا الأخت هذا نشوف هي عاد وافق تشارك ولا لا السلام عليكم وعليكم السلام فقرة أنت السائل بتكوني اليوم ضيفة هذا الفقرة ولا لا أيوة عادي أنت تابعتي الأجزاء السابقة الخبر قريب أيوة فاهم الفكرة فكرة المسابقة جيبي لي سؤال كم عدد آيات في القرآن الكريم كم عدد الآيات في القرآن الكريم سؤال جميل عارف هالإجابة متأكدة من الإجابة أيوة إذن تفضلي هذا 30000 ريال هذا ما قد اشتبعش عادي في رصيدش هنبدا نسال كم اشخاص ايوه سته اذا جاوبوا بتصير 30000 اذا نبدا نبدا نسال اول واحد بسم الله السلام عليكم كيف الاحوال في سؤال إذا جاوب تستلم من رصيدها مبلغ من المال تعالوا كذا أول متسابقين لقيناهم هنسأل هذا ونسأل هذا ونعتمد اثنين الأول السؤال يقول كم عدد آيات في القرآن الكريم كم عدد آيات القرآن الكريم 1300 آية 1300 تأكد من أين اديت المعلومة هذه الإجابة خاطئة المتسابق رقم اثنين وبعدين ننقل عدد سور القرآن آيات القرآن مش عارف معانا الآن اثنين يعني مضمون الآن 10000 في رصيدش نشوف المتسابقة الثالث بسم الله جيبي لها سؤال كم عدد آيات في القرآن الكريم كم عدد آيات القرآن الكريم أعتقد عدد آيات القرآن الكريم 6340 آية متأكد من الإجابة ولو قلت لك يعني أنت قربت بس الإجابة غلط حاضر نصيبه إن شاء الله 6000 كم؟ 6364 لا إجابة غلط لا هذا ولا هذا إذن الثالث ما جاوبش لحد الآن كم؟ 15000 مضمونة نشوف المتسابق رقم 4 ما نسألها ولا لأنهم
يعني بعدنا احتمال قد بحثوا عن الإجابة. نشتي ناس ما قد. السلام عليكم، ممكن نسألك يا أستاذي سؤال بسيط وإذا جاوبت تستلم جائزة؟ السلام عليكم. السلام ورحمة الله. إيش السؤال؟ كم عدد آيات في القرآن الكريم؟ كم عدد آيات القرآن الكريم؟ والله عظيم أقتلها. ما يقدر لها شيء. تعال تعال يا أخ، هذا معانا واحد من الموجودين نسأل. إذن الرابع ما جاوبش لحد الآن 20,000 مضمونة. الخامس السؤال يقول كم عدد آيات في القرآن الكريم؟ 6,236. 6,236. إجابة صحيحة ولا لا؟ أيوة إجابة صحيحة. وكم إيش تعملي؟ جيبي له 5,000 الرصيد. إيش مبروك عليك الجائزة 5,000 ريال. الحين بقي آخر واحد، عنشوف من هنا. بسم الله آخر متسابق. إذن آخر متسابق لحد الآن مضمون 20,000 و5,000 مشيت مثل هذا الحجة. جو جميل والناس متفاعلين هنا والله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تعالي يا أختي هنا، هتجيب لي السؤال، إذا جاوبتي تسلمي 5,000. كم عدد آيات في القرآن الكريم؟ 6,230. قربت قربت. إيه يعني ما رأيش؟ أيوة عادي. أيوة عادي. نفسها طيبة والله، وافقت على الجائزة. جيبي لها 5,000 ريال. ما تشتري؟ أشتري برو دقيق ما بش معانا. هكذا؟ هكذا والله ما. يلا بركة. بسم الله. الحمد لله ربي وفقني عليكم. أنت جاوبتي بجهدش ما شاء الله. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، مبروك على الجائزة. إذن أعزائنا المشاهدين، الجو جميل. أعزائي المشاهدين، كان معنا السؤال قيمة 30,000. اثنين جاوبوا وأربعة ما جاوبوا، مبروك على 20,000 ريال. في أمان الله. أعزائي المشاهدين، فقرة سواليف ومواهب الريف. من هنا معنا الأخ عبد الله أيضا، والأخ سمير السادة. سمير السادة والأخ عبد الله. طبعا الجمهور مستمتع، اشتي تمتعوا، والمشاهدين الموجودين هنا تصفيق لهم يا جماعه. يلا ايش عدوا لنا؟ مو مشتكوا والله. يلا هاتنا عند الدار. يلا هي مشت ما ضال دينا. يلا تشاورني ولا ما بتساعد الحين؟ اهلي شاورك. يلا نظر دين عيون جايزنين الله، جايزنين الله. من يقوله حرام، من يقوله حرام، جايد على الله. هذه لو تساعده أو تخيب جواسده، مسعد لو تساعد أو تخيب حواسد، لجمالك شاهد، من جمالك شاهد، من جمالك شاهد، من جمالك شاهد. لا تحجب جمال كزانها الله، كزانها الله. Yeah.
المشاهدين عايشين في جو جميل ورائع وابتسامة، سنبتسم سنضحك رغم الألم رغم الأحزان رغم الوضع السيء، لكن سنواصل الابتسامة، سنواصل الابتسامة، صح ولا لا؟ ايش عاد معك تمتعنا يما ويا با بمسخكم تبيعوني يما ويا با مسخاكم تبيعوني بيعوا البقر والغنم والملي بديني بيعوا البقر الغنم والملي بديني لا 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 أنا أضع عليك سؤال، أنت داري بالوضع الآن في اليمن؟ الحمد لله على كل حال. إذا الأمر بيدك وقالوا لك أنت مبعوث الأمم المتحدة ولا الأمر بيدك في تصليح اليمن، إيش أول قرارات حتفعلها؟ أول حاجة أن يعلموا الناس التعليم، التعليم ثم الأخاذين الناس والمحبة والعمل الواحد، ويكون يعني لمسهم عليه يكون يعني نسمه قلوبهم يعني صافية من كل واحد. يا سلام يا سلام يا سلام. طيب في مصطلحات سياسية أشياء مصطلحات عامة أسألك وأنت تقول لي ما هي؟ يعني الاستثمار. ما معنى الكونغرس؟ ما أعرف إيش هذا الكونغرس. أنا أبدالي يعني سؤال حلو يعني. هذا الكونغرس؟ لا. ما معنى الكهنوت؟ الكهنوت يعني لا 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 الشيوعية. طيب الكرملين. هذا ما أعرف إيش. حق الفيتو. حق الفيتو. حق الفيتو هذا ما هذا جالسين شو يدمروا البلاد، هذا ما مش يصلحوا يعني. هذا شو يدمروا البلاد حق الفيتو هذا. شو يتفقوا علينا. هذا اسمه حق الفيتو. أيوة. طيب رسالتك الأخيرة للشعب اليمني كان. رسالتي الأخيرة للشعب اليمني إنه يكون متحاب ومتفتح ويبطلوا الأحزاب ويقعوا أمة واحدة ويقعوا يمن واحد ومستقبل إن شاء الله يكون أفضل من هذا جدا. أعزائي المشاهدين رسالة واضحة مع بشتاعين وضحها أكثر. أعزائي المشاهدين استمتعنا مع الأخ عبد الله عايض. عبد الله. سمير السادة. سمير السادة فنان شعبي هنا في المنطقة. نعم نعم. الله بيجي استدندنها كذا وتسلي على. هو هواياتها. الله يفتح عليكم. طبعا في هدية مقدمة قناة السعيدة بينكم الاثنين تقاسموها. يلا مشكورين أعزائي المشاهدين، تابعونا في سواليف ومواهب الريف في حلقة جديدة من البرنامج اليومي غدا بنفس الوقت ونفس الموعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.